معانا يا دكتور الاتفاقيه بتاعت اليوبوف اللي مصر وقعت عليها؟ لا طبعا، دي اتفاقيه حمايه الاصناف النباتيه خلال من السنه اللي فاتت، والشكر موصول لوزاره الزراعه المصريه والحجر الزراعي المصري. الطفره اللي عملوها في حمايه الاصناف وتطبيق الاتفاقيه ديت هي دي اللي خلت جامعه اركانسا ادت لنا برنامج البلاك بيري كامل، سحبته من المكسيك وقالوا له خده عندك وشغل عليه باحثين مصريين. الاصناف دي امتى تبقى متاحه لكل المزارعين اللي عايزين يتوسعوا في الاصناف الجديده دي؟ خلي بالك بتستهوي عدد كبير جدا من المزارعين الكبار. لا، الشتلات دي كل الاصناف اللي موجوده في مصر عند الناس كلها متاحه للناس كلها. لا انا بتكلم على راسبيري بلاك بيري والاصناف الجديده دي. اه البلاك بيري دي على حسب الاوردر، يعني احنا السنه دي بالذات في طلب كبير جدا عليها. احنا السنه اللي فاتت كنا نامل بعد ما شلنا الحكايه دي من المكسيك وعرضوها علينا في سوبر ماركت كبيره مثلا زي تيسكو في انجلترا، قالوا لنا احنا عاوزين مصر تزرع لنا 1000 2000 فدان واحنا هناخد الانتاج بتاعهم. فاحنا الاجازه دي بس على الاقل 5 أو 6 شركات مصريه كلمونا وقعدوا مع مدير الشركه وتعاقدوا على الشتلات اللي جايه اللي هي في شهر 4 ان شاء الله. لينا كم صنف فراوله النهارده موجود في مصر؟ جامعه فلوريدا 9 أصناف كلها الاصناف اللي احنا بنصدرها لكل دول العالم نمبر 1 سواء مجمد او فريش. هل في اصناف جديده من الفراوله ممكن تدخل؟ دخل صنفين جداد، بس عشان اوضح الحكايه دي لانه في ناس بتزعل بتقول لك ان في ناس بتجربه. احنا لما بندخل صنف جديد ده محمد بيه ما ينفعش اديه لخمسة ستة عشر يعملوه، انا بديه لشركة واحدة او شركتين يجربوا الصنف الاول. حقول ارشادية. حقول ارشادية بالظبط، اشوف شكله ايه، نظامه ايه، انتاجياته ايه، وبعدين بعد كده ابتدي اوزع الصنف ده. كمان الفراولة البيضة عندنا 3 اصناف منها، وانا واعد ان شاء الله السنة الجاية تتجرب في مصر بإذن الله.